الرحمن الرحيم. اليوم هنقدم فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة الكيمياء للصف الأول الثانوي حسب النظام الحديث تاب للعام الدراسي 2021-2022 الفصل الدراسي الثاني. في أسئلة متنوعة، اختر ما بين الإجابات، وأسئلة مقالية، وفي أسئلة محلولة عشان برضو ما تتوهشي، وتحاول النهاردة تحل أكبر قدر من الأسئلة على الباب التالت الباب الرابع والخامس، الكيمياء الحرارية والكيمياء النووية. وإن شاء الله الامتحانات تلاقيه سهل. احنا كل اللي يهمنا إن الطالب يكون فاهم، ما يكونش حافظ، علشان يحدد إذا كان هيدخل الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية بدون أي ضغوط. ركز وإن شاء الله هتلاقي الامتحان سهل وخير، وربنا معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ أشرف الحيتي. والآن سوف نبدأ معا في حل هذا النموذج البسيط الذي يطابق النظام الذي أوصت به الوزارة لطلبة الصف الأول الثانوي. هيا. القاسية التي ألزمت جميع طلاب المدارس والجامعات منازلهم، وألزمتنا كمعلمين بتوصيل المعلومات بالطرق المختلفة الحديثة الإلكترونية عن بعد. وكل المطلوب منكم أيها الطلاب الأعزاء التركيز في المذاكرة والتدريب على النماذج وطرق الحل والتي سوف نوردها لكم من خلال تلك القناة البص 2020 على منصة اليوتيوب، أو من خلال مدونة هدهد للمعلومات على منصة بلوجر. ونحن على استعداد للإجابة على جميع الأسئلة التي تحتاجوها. إجابات جميع الأسئلة زي ما أنتم عايزين، يعني ما فيش أي مشكلة، من خلال التعليقات أو مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وهنسيب لكم كل الروابط. كل هذا وأنتم في منازلكم وبدون أي مقابل. نعم، فهذه رسالة وهذا واجب يملي علينا ضميرنا كبشر أولا ومعلمين ثانيا وشرف المهنة. وحتى لا أطيل عليكم، سوف نستهل عملنا بحل لنموذج للصف الأول الثانوي للتدريب على امتحان التجريبي الذي سوف تجريه الوزارة عن بعد. لكم خالص تحياتي أستاذ أشرف الهادي، وشكرا. وفي الاخر بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو ببعض المعلومات على طريقة حل المسائل. حاولت تكرر الفيديو كذا مرة وتشوف طريقة حل وتجرب نفسك وتحل اسئلة من كتاب النماذج. وفي الاخر بتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ولو ببعض المعلومات على طريقة حل المسائل. حاولت تكرر الفيديو كذا مرة وتشوف طريقة حل وتجرب نفسك وتحل أسئلة من كتاب النماذج.